متابعي قناة شاهد، فيديو بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. السؤال الآن، من هم الورثة الشرعيين للرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية؟ تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر اللايك واشتراك. محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك، وولد في 4 مايو سنة 1928 كفر المسلحة المنوفية، وتوفى في 25 فبراير 2020، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى 11 فبراير 2011 بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. الوريث الأول للسيد محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية بعد وفاته. أولا، علاء مبارك، واسمه الحقيقي علاء الدين محمد حسني السيد مبارك، من مواليد 26 نوفمبر سنة 1960، وهو الابن الأكبر لمحمد حسني مبارك. علاء مبارك هو رجل أعمال، ولكن لا تتوفر تفاصيل حول هوية عمله أو أعماله، وهو متزوج من هايدي مجدي راسخ، ولهما ولدين. الابن الأكبر توفاه الله وهو في سن صغير في عام 2009 18 مايو، وكان ساعتها عمره 13 سنة عقب أزمة صحية. أما الابن الأكبر فهو عمر، وله كثير من البوستات والصور برفقة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. ويعتبر علاء من شخصيات الظل، حيث لا يسعى لدخول محتكر السياسة، كما انه مقل جدا في الظهور في وسائل الاعلام، على العكس من شقيقه الاصغر جمال مبارك الذي شارك بشكل ملحوظ في الحياة السياسية. اصدر النائب العام المصري قرار بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات المتهم فيها هو وشقيقه جمال يوم 14 ابريل 2011، وذلك بعد التحقيقات معهم بقضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ. تم تقديمه للمحاكمة بعدد من القضايا والتهم، ولكن عن قريب تم تبرئته من كافة التهم التي وجهت اليه. الوريث الثاني جمال مبارك أو جمال محمد سيد مبارك، من مواليد 27 ديسمبر سنة 1963 القاهرة، وهو سياسي مصري شغل منصب الأمين العام والمساعد وأمين السياسات السابق للحزب الوطني الديمقراطي، وهو الابن الأصغر للرئيس المصري السابق حسني مبارك وسوزان مبارك. ولد في القاهرة عام 1963، ودرس في المرحلة الابتدائية بمدرسة ميزل ويلدلي الابتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة، ثم انتقل إلى مدرسة سان جورج الإعدادية والثانوية، وحصل على شهادة الثانوية الإنجليزية عام 1980، وتخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال إدارة الأعمال، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة. ومتزوج من خديجة الجمال بالقاهرة في 28 إبريل 2007، وله بنت واحدة اسمها فريدة جمال محمد حسني السيد مبارك. وهذه الابنة الشابة هي مهتمة بمجال الرياضة، ودخلت في العديد من البطولات في الجمباز الإيقاعي. وفريدة ولدت في 23 مارس 2010 بلندن. الوريث الثالث هي سوزان صالح ثابت، من مواليد 28 فبراير 1941، وهي زوجة حسني مبارك أو الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، ووالدة كل من علاء مبارك وجمال مبارك الوريث الأول والثاني. والد السيدة سوزان مبارك هو طبيب مصري الدكتور صالح ثابت، ووالدتها ممرضة بريطانية من ويلز تدعى ليلى،
وولدت بمدينة مطاي بمحافظة المنيا بمصر في 28 فبراير 1941، حيث كان والدها يدرس ببريطانيا الطب في إحدى الجامعات، وهناك تعرف على زوجته البريطانية اللي هي تعتبر والدة سوزان. أما شقيق سوزان الأكبر هو منير ثابت الذي شغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لفترة. يذكر أنه حينما تم تعيين حسني مبارك نائب للرئيس في عام 1977 حازت سوزان على درجة الماجستير في علم الاجتماع من نفس الجامعة.